متابعة لهذا الشأن معي من إدلب الناشط الإعلامي أنور عبد اللطيف. أهلا بك سيد أنور معنا إلى هذه النشرة. بداية، كيف يبدو عليه وقف إطلاق النار المفترض في المنطقة العازلة في ظل ما نشهده من عمليات قصف صاروخي مستمرة من كلا الطرفين؟ نعم عزيزتي، منذ إعلان وقف إطلاق النار حتى هذه اللحظة ما تزال قوات النظام والقوات الروسية تخترق الهدنة بقصف كل من ريفي إدلب الجنوبي وريف إدلب الغربي وريف حماة. نعم، حيث طال القصف بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي يوم أمس وريف إدلب الغربي. ارتقت امرأة وإصابة عدد من المدنيين جروح جراء قصف قوات النظام بالصواريخ بلدة بدامة بريف إدلب الغربي. وجرح آخرون أثر قصف مدفعي من قبل قوات النظام والقوات الروسية استهدفت مدينة كفر زيتا ومورك واللطامنة في ريف حماة الشمالي. كما أعلنت غرفة عمليات وحرب المؤمنين يوم أمس عن صدها محاولة تسلل للقوات الروسية الخاصة على محور خربة الناقوس بسهل الغاب. الجدير بالذكر عزيزتي أن يوم الأحد قامت القوات الروسية الخاصة بمحاولة تسلل على محور عجاز بريف إدلب الشرقي. نعم أستاذ أنور، هذا فيما يخص مجمل التطورات الميدانية، ولكن هناك أنباء عن حملة اعتقالات تشنها هيئة تحرير الشام في ريف إدلب الجنوبي، ماذا تحدثنا عن هذا الوضع أيضا؟ نعم عزيزتي، قام الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام باعتقال شخصين في بلدة جرجناز بسبب قضايا أمنية سيتم الإعلان عنها فيما بعد. نعم، إذا هذا كل ما لديك. أنا أشكرك جزيل الشكر أنور عبد اللطيف الناشط الإعلامي، حدثنا مباشرة من مدينة إدلب السورية.